اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل انستغرام تعذر تحديث المجوس. قم بضغطنا على ضبط الاعدادات، ثم نضغطنا على التطبيقات، ثم سوف نقوم بالضغط هنا عفوا على انستا خاص بكم، سوف نقوم بالضغط هنا على ايقاف الاجباري، سوف نضغط هنا على الموافقة، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، سوف نضغط هنا على مس التخزين المؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن أنستا خاص بكم، سوف يظهر على هذا الشكل، عندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم أنستا، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك.